مرحبا جميعا، اليوم سنتكلم عن العادات المهمة في حياتنا. نحن في حياتنا عندنا عادات مهمة وعادات جيدة وعادات سيئة. إذا يجعلك هذه العادات اختلالا في حياتك، ذني العادات سيئة ولازم نتخلص منها. ابتسم. الابتسامة تساعدك للحصول على طاقة إيجابية في حياتك، بس ما يجب أن تبتسم طوال الوقت. متى شعرت في الاكتئاب والحزن يمكنك الابتسام، وهذا يشكل طاقة إيجابية زينة في حياتك. الرياضة مهمة جدا في حياتنا، لازم أن تتدرب يوميا وتجعلها في روتينك يوميا. يمكنك أن تمشي بعد العشاء أو تأخذ دروس يوغا أو تتدرب يوميا 5 إلى 10 دقائق. النوم. النوم مهم جدا في حياتنا، احنا لازم ان ننام 7 ساعات يوميا في الاسبوع. هذا الشيء يقلل الاكتئاب والحزن في حياتنا. هنا سنتكلم عن نصائح للحصول على النوم الافضل. لازم ان تكتب ساعات النوم اللي تنامها كل يوم، ما لازم ان تكون اكثر من 7 ساعات او اقل 7 ساعات يوميا. للحصول على النوم الافضل يمكنك ان تقرأ او تسمع الموسيقى قبل ما تنام. وكمية العشاء التي تأكلها قبل أن تنام هي مهمة جدا. ألا تأكل كثير من الأكل، ما يمكنك أن تنام في أحسن موقعية. كل يوم لا تأخذ أكثر من 20 دقيقة من قيلولة. النوم جيدا يمكن أن يقلل آثار الاكتئاب أو حزن في حياتنا. إذا شعرت أن في اليوم أنت تعبان أو ما تقدر تسوي الأشياء اللي تريدها، لازم أن تأخذ أكثر قسط من الراحة وتنام أكثر يوميا. رابع شيء، الممارسة الامتنان. لازم أن تشكر الله يوميا وتحس بشعور الامتنان يوميا. الشعور الامتنان مهم جدا في حياتنا. احنا لازم ان نكون سعداء في اشياء اللي عندنا في حياتنا، لازم نشكر الله يوميا. يمكن ان تكون لدينا الاشياء قليلة جدا، مثل الزميل لك يعطيك قهوة في اليوم، او يمكن ان شخصا يحبك. مع قليلة من ممارسة يمكنك ان تصبح شخصا سعيدا وايجابيا في حياتك. شكرا لمتابعتكم، مع السلامة.